لسه مكملين مع حضراتكم، وزي ما انتم شايفين يعني بشاير الخير وموسم الخير دايما موجوده في كل محافظات مصر، وبالتحديد في محافظه الدقهليه. لكن بنأكد دايما انه الفلاح لما بيلتزم بالتعليمات وبيلتزم بالسياسه الصنفيه اللي اقرتها الوزاره بتكون دي النتيجه. زي ما حضراتكم شايفين اللون الاصفر، الذهب الاصفر مكتسي محافظه الدقهليه. خلينا ناخد تفاصيل اكتر عن الارشاد الزراعي وازاي مهم في تحقيق اكبر قدر من الانتاجيه. معايا ومعاكم المهندس حماده جبريل، اخصائي القمح بمحافظه الدقهليه. باشمهندس تحياتي لحضرتك ومشرفني. والارشاد الزراعي عامل مهم جدا، هتكلمنا عملتوا ايه مع الفلاحين السنه دي واللي ادى الى زياده الانتاجيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الموسم بيبدا من شهر 10 عندنا هنا، بنبدا نعمل ندوات في المراكز كلها، برامج وندوات توعيه للمزارعين على مستوى الادارات، وبنبدا ناخد بقى برنامج السياسه الصنفيه من المراكز البحثيه. لها دور كبير جدا المراكز البحثيه في استنباط اصناف جديده. عندنا السنه دي طلعوا لنا حوالي 6 اصناف، كنا شغالين مصر 4 ومصر 3 وسيتس 14 وسا 95 وجيزه 171، اصناف عاليه، اصناف مقاومه للامراض زي الصدى اللي هو شكله كتير. وبنبدا بعد كده بتنفيذ حقول ارشاديه. عندنا السنه دي 200 حقل ارشادي تابع للحمله القوميه للقمح، طبعا بيكونوا حسب التوصيات الفنيه، بنزرع على مصاطب، بنزرع بالسطاره، بنطبق فيهم احدث الاساليب انتاجيه ممكن تتعدى 28 اردب. عندنا مشاريع زي مشروع ترشيد استخدام المياه في الانشطه الزراعيه، ده تابع لجهاز تحسين الاراضي. عندنا بيتبنوا موضوع التسويه بالليزر، زارعين 481 فدان بنفس برضه التوصيات وبنفس برضه الاصناف المطابقه للسياسه الصنفيه. عندنا مشاريع تانية برضه يعني كلها بتدور على مصلحه الفلاح، زي مشروع الجاي زد برضه، ده مشروع تابع لتطوير الري الحقلي، توفير الميه، زارعين 60 فدان برضه حقول ارشاديه. عندنا المشروع الكارده، كذا مشروع بالاضافه للسنه دي للي هو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، الهيئه القبطيه الانجيليه. قدمت السنه دي في الدقهليه خدمه تقاوي مدعومه بنص الثمن او ب 40%، قدمت 53,000 شكاره بمعادل 56,000 وشويه مساحه اتزرعت بتقاوي مدعومه. وفرت تقاوي كتير، وفرت يعني ثمن كبير للمزارع، طبعا 26,000 مساحه كبيره. دي كلها برامج وحاجات الدوله بتقدمها وبتعتليها جهات كتير للنهوض بالفلاح.